ها هم أبطال المقاومة الشعبية يعودون إلى الأرض التي ضحوا من أجلها بأرواحهم وحياتهم، يعودون والعلم الوطني يرفرف فوق أرواحهم وأجسادهم الطاهرة التي سرقها الاستعمار الفرنسي البغيض وهربها وعرضها في متحفه منذ أكثر من قرن ونصف قرن للتباهي والتفاخر دون حياة ولا أخلاق ولا اعتبار لكرامة الإنسان. إنه الوجه الحقيقي البشيع لجرائم الاستعمار ووحشيته. ها هم أبطال المقاومة يعودون إلى بلادهم، تحملهم الأجيال الصاعدة على أكتافهم في هذا اليوم المجيد، عرفاناً بفضلهم وفضل تضحيتهم وللمجد الذي صنعوه والعهد الذي قطعوه على أنفسهم من أجل الوطن وحريته وسيادته. قضى هؤلاء الأبطال أكثر من قرن ونصف قرن في غياهب الاستعمار ظلماً وعدواناً، وكانوا محل ابتزاز ومساومة من لبيات بقايا الاستعمار دعاة العنصرية، إلا أن تحقق هذا اليوم المميز الذي نستكمل به مقومات سياداتنا ويفرح به الشهداء الأبرار.